قدرت. معانا الفنان سامح السريتي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم في باباراتزي، منورنا. اهلا وسهلا بيك، ربنا يخليك. كنت عايزة اسأل حضرتك عن مشاركتك في المهرجان السنة دي الدورة 37، وايه رأيك في التنظيم وفي الافلام المشاركة؟ يعني بالتأكيد طبعا التنظيم جيد جدا، الناس مستريحة جدا في الدخول وفي الانصراف، حتى في الجلسات في القاعة. كان شيء جيد الإقبال الملحوظ على العروض السينمائية، ندوات نقاش كان شكل جيد جدا، النتيجة حتى يعني بتقول انه ان كان في عدالة للجنة التحكيم. الرسائل اللي كان بيقولها كل رئيس لجنة تحكيم عالمي او كل فنان عالمي، الكلام اللي كان بيقوله كان شيء بيسلك صدورنا وبيسعدنا. يعني من كافة النواحي اقدر اقول لك الحمد لله انه مهرجان ناجح، ونقول ختامه مسك، وانه كان افضل من كل سنة، لان كل سنة كانت افضل من اللي قبلها. ان شاء الله السنة الجاية هتكون افضل من السنة دي. شوية كان في مشاكل، وفي مشاكل مع الاعلاميين في الفعاليات، مع الصحفيين والاعلاميين في دخول الافلام المشاركة في المهرجان، الافلام المصرية بالاخص. حضرتك يعني اخدت بالك من الموضوع ده ولا؟ يعني انا اخدت بالي، وما بنعتبرش ان دي مشاكل او مشاكل مش مسؤول عنها ادارة المهرجان. لازم تكون في قنوات تواصل بين الاعلاميين، لان النهاردة ما تزعليش مني، في كم كبير جدا من اللي بيعملوا في مجال الاعلام لا يحملوا اي اثبات انهم اعلاميين، لهم اعضاء النقابة ولا حتى يمكن معهم كارنيه المكان اللي بيشتغلوا فيه، وانهم على فطبعا هم ده ممكن يكون كان جزء من المشكلة، انه انتوا مين ما يعرفوش. لكن بالتأكيد لو هناك كل موقع او كل جريدة حريصة انها تهتم على التواصل بالمهرجان، لان ادارة المهرجان مسؤوليتها كبيرة جدا، فتهتم بالتواصل معها وتبتدي تحصل على عدد الدعوات اللي هي عايزاها. لا، في دعوات مثلا اتبعتت وما وصلتش، وفي ناس جم وسابوا دعواتهم على اعتبار ان عادي الدخول مسموح، لكن كان في ناس واقفة على الابواب ما بتشوفش، لابسة نظارة سودة ما تعرفش مين ده ومين ده، وبالتالي كانت بتتعامل بالنظام اللي هم مشروعهم. فحصلت بعض المشاكل خارج اطار المهرجان، لكن مش في داخل المهرجان، من خلال رغباتنا، ناس عايزه تحضر وما حضرتش، دي كلها حاجات يعني ايه بسيطه بتتم معالجتها ان شاء الله في المرات اللي جايه. وايه راي حضرتك في الافلام المشاركه في المهرجان، الافلام المصريه؟ اعرف ان هم 7 افلام، حضرتك اتفرجت على حاجه فيهم؟ لا طبعا، انا يعني يمكن لما حضرت الافتتاح، وكنت حريص ان انا احضر الافتتاح في الظروف اللي احنا فيها بالذات، بس تاني يوم على طول رحت على شرم الشيخ وعملنا قمنا فعاليات ورجعنا، يعني كان في التوقيت كان فجينا امبارح من شرم وحضرت النهارده حفل الختام، فما تابعتش الافلام اللي معروضه، لكن انا سمعت من ناس كتير تابعوها انها شيء كويس، يعني حاجه في وسط كل الاجواء اللي عايشينها تعتبر شيء كويس. وحتى الافلام بتاعت الشباب اللي هي سينما الغد وكده في حاجات واعده جدا، فنتمنى ان شاء الله بس ان الحل الاقتصادي ونستعد السينما يعني تفوق وتلم كل يعني تجمع تحتها كل المبدعين دول. تقول لنا حاجه الباباراتزي؟ اقول الباباراتزي يعني ربنا يعني يجعلكم سند للاعلام الموضوعي، اللي هو يبقى بعيد عن الاثاره، واللي هو دايما يدعو لاستقرار الناس والهدوء، وان احنا يعني ايه نستحمل بعض، يعني يدعو لوحدة الصف دايما، ويكون اعلام سند للشعب وسند للأمة ومعبر عن وجهة نظر المتبادلة بين القيادة السياسية وبين الشعب ان شاء الله. ميرسي جدا يا فندم، وانا مبسوطة اني قابلت حضرتك وشرفتنا في باباراتزي. ميرسي، ربنا يخليك. متشكر. باباراتزي أقوى موقع فني في مصر.